بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، بادرت وزارة شؤون الإعلام بتوزيع أعلام مملكة البحرين على جميع المحافظات. وبهذه المناسبة ترفع وزارة شؤون الإعلام خالص التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة حفظها الله بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العزيزة على مملكة البحرين وشعبها الوفي بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والرقي.